عالم الحيوانات عالم جنوني استحوذت عليه الحيوانات المفترسة وفرضت فيه سطوتها على الحيوانات الضعيفة. ولكن في هذا الفيديو جمعنا لكم مجموعة استثنائية من أشرس المعارك بين الحيوانات المفترسة في عالم الحيوان. وقبل البدء أود تذكيركم أن وضع زر اللايك والاشتراك بالقناة دليل على كرمكم، فلا تبخلوا علينا بذلك، واذكروا الله وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وهيا بنا لنشاهد. دخل الدب في معركة وحشية وغير متكافئة ضد مجموعة من الذئاب المفترسة والتي تحاول بكل عزيمة وإصرار اصطياده، لكن الدب دافع عن نفسه بكل شراسة ليفشل جميع محاولاتهم أمام دفاعه الصلب. في مواجهة دامية بين جبابرة عالم الافتراس، هاجمت الأسود الملقبة بملوك الغابة التمساح ملك المستنقعات محاولين اصطياده، لكن التمساح نجح في التصدي لهم وبكل شجاعة، وفي الأخير توقفوا عن مهاجمته. بينما تجلس أنثى الكوغر مع أشبالها، اقترب منها دب مفترس لتضطر أنثى الكوغر لخوض معركة للدفاع عن نفسها وعن صغارها. قاتلت الدب ببسالة حتى أجبرته على الانسحاب. في صراع ملحمي بين دبين متوحشين تبادلا فيه اللكمات القوية والضربات القاضية، وكل واحد يريد إسقاط خصمه، لكنهما متكافئين من حيث القوة ولم يسقط أي أحد منهما. بهجوم مباغت انقض النمر المفترس لاصطياد هذا التمساح وفي عقر داره، لتشتعل بينهما معركة طاحنة، فذاك يهاجم وذاك يدافع، لتنتهي المعركة بخسارة التمساح لحياته وانتصار النمر. تم رصد معركة طاحنة بين الضباع البنية وهي تتقاتل مع بعضها البعض في قتال عنيف للاستيلاء على منطقة الصيد، لتنتهي المعركة بانسحاب أحدهم وانتصار الآخر. دخلت تنانين الكومودو العملاقة في معركة طاحنة ومتكافئة من حيث القوة، حيث استخدم كل واحد منهما كل قوته لتوجيه ضربات ساحقة نحو خصمه، وفي نهاية المعركة لم يتمكن أحد من الانتصار على الآخر. تجرأت الذئاب وهاجمت الدب القطبي، فكان الرد بهذا الشكل القاسي. اجتمع قطيع من الكلاب البرية محاولين اصطياد الضبع لتشتعل معركة بينهم. حاول الضبع الدفاع عن نفسه، ولكن لسوء حظه انه امام خصم لا يرحم، وفجأة فر نحو البحيرة واحتمى بها لينجو بجلده. في معركة ملحمية وأسطورية بين مجموعة من الضباع المفترسة ضد مجموعة من الأسود المفترسة، تقاتل الجميع على الفريسة واشتدت المعركة بينهم، لتنتهي أخيرا بتراجع الضباع أمام هجوم الأسود. تقف هذه النمور المرقطة وفجأة يهجم عليها أسد ليصطاد أحدهم كفريسة له. وقع شبل الدب في معركة ضد أسد الجبل، حيث حاول الأسد افتراسه. ليشتعل القتال بينهما أظهر شبل الدب مقاومة شرسة، حتى تفاجأ منه أسد الجبل وقرر بعدها الانسحاب. من تتوقع أن ينتصر في معركة بين النمر الأسود ضد النمر المرقط؟ اكتب لنا رأيك في التعليقات. اختلفت النمور لفرض سيطرتها على منطقة الصيد، ليتحول الخلاف بينهم إلى معركة مميتة، وسرعان ما بدأ كل نمر يدرك أن قوة خصمه متساوية مع قوته، ليتوقفوا عن القتال وتنتهي المعركة بالتعادل. اندلعت مناوشات بين هذا الثعبان الأخضر ضد هذا الحيوان، ويبدو أن كل واحد اكتفى بالدفاع عن نفسه، لينتهي الأمر بانسحاب هذا الحيوان. ينقض النسر المفترس مسرعا لسرقة طريدة الثعلب، لكن الثعلب المفترس تمسك بفريسته جيدا وأفشل محاولة النسر. اجتمعت مجموعة من الكلاب المتشردة شديدة الشراسة لاصطياد السحلية المتحصنة في هذا المستنقع، وعلى الرغم من التفوق العددي للكلاب إلا أنهم لم يستطيعوا التغلب على السحلية. اشتعلت معركة طاحنة بين تمساح مفترس ضد أنثى الفيل بعد أن هدد التمساح صغير الفيل لتهاجمه والدته وهي غاضبة، وتسحق التمساح بأقدامها حتى فقد حياته. في معركة ملحمية بين ثلاثة من الخصوم المفترسة، في البداية اصطاد هذا الفهد الغزال، فهجم عليه قطيع من الكلاب المفترسة واستولت على فريسته. لم تدم فرحة الكلاب طويلا لتأتي ضباع مفترسة وتدخل معها في معركة شرسة انتهت بسيطرة الضباع على الفريسة. حاول هذا الذئب سرقة الطعام لتنقض عليه مجموعة من الذئاب وتهاجمه بهجوم جنوني حتى أنهت حياته.
اشتعلت معركة بين الوشق المفترس ضد الأسد الجبلي، وسرعان ما أدرك الوشق أنه ليس ندا للأسد ليقرر التراجع تدريجيا. بينما كان يرصد نمر الجاكوار التماسيح لاصطيادها، وفجأة عثر على ثعبان شديد السمية فقرر اصطياده، وبثوان معدودة حسم الجاكوار المعركة. اندلع قتال شرس بين الثعالب المفترسة، قاتلت فيها بعضها البعض بكل شراسة وبقوة متكافئة لينتهي الصراع بالتعادل. اندلعت معركة مروعة بين نمر جاكوار يحاول اصطياد أناكوندا عملاقة، خاض كلا المفترسين قتالا وحشيا لينتهي الصراع بانتصار الجاكوار على خصمه. دخلت التماسيح فيما بينها بصراع شرس، أمسك أحدها بذيل خصمه وبدأ بالدوران محاولا اقتلاع ذيل خصمه. بعد أن انتهى هذا الضبع المفترس وجد نفسه في منطقة صيد الأسود، وعندما شاهدته الأسود ردت عليه بهجوم عنيف ليصبح الضبع فريسة للأسود المفترسة. التقت مجموعة من الضباع المفترسة بنمر عجوز قد خارت قواه، فلم تدعه وشأنه، هاجموه هجوما عنيفا وعبثوا به ليتركوه والمسكين قد تكبد جراحا بالغة. ظن هذا الضبع الغبي أنه عثر على فرس نهر ميت، فقرر التهامه ليلتفت له فرس النهر ويطارده، ما جعل الضبع يهرب وينجو بأعجوبة من فكي فرس النهر الفتاكة. بعد معركة طاحنة بين الثعابين تمكن أحدهم من الالتفاف على رأس خصمه وقيد حركته تماما. هاجم الضبع البني اثنان من الفهود المفترسة واستولى على فريستهما دون أي مقاومة، فالضبع البني يعد كابوسا مرعبا للفهود. في معركة أسطورية اندلعت بين الدب الأسود ضد أسد الجبال على ضفاف النهر، وقف الدب بكل شموخ ووجه له ضربات بمخالبه الفتاكة حتى أجبره على الانسحاب. بعد صراع أسطوري ومعركة طاحنة انتهت باصطياد القط البري للثعلب الماكر. اندلع قتال عنيف بين شبل الفهد والذي يحاول اصطياد قط بري لينتهي الصراع بفرار القط البري. والآن سترون معركة ملحمية بين التمساح المفترس والذي يدافع عن نفسه ويحاول جاهدا تحرير عنقه من قبضة النمر المفترس، لكن دون جدوى، فالنمر يأبى خسارة فريسته. بينما يستمتع شبل الفهد بشرب مياه البحيرة، فإذا بتمساح الماكر يتربص له، وبهجوم مباغت اختطف التمساح حياة الفهد المفترس. رصد هذا الأسد ضبعا مفترسا يمشي ويبدو أنه غير حذر ليطارده وينقض عليه، فتمكن الأسد من الضبع. في صراع ملحمي وغير متكافئ، اثنان من حيوانات ابن آوى تحاول سرقة الفريسة من الوشق لتشتد بينهم المعركة. قاتل الوشق بكل شراسة حتى فاز بالفريسة. دخل الثعبان شديد السمية في معركة مميتة ضد حيوان ابن آوى، قاوم الثعبان بكل قوة، لكن مهارات ابن آوى تغلبت على مقاومة الثعبان لينتهي الصراع ويصبح الثعبان وجبة لابن آوى. في معركة ملحمية قرر ثعبان البايثون تجربة حظه وحاول اصطياد الفهد المفترس وكاد أن ينجح، لكن الفهد تمكن من الإفلات من قبضته ووجه له عضة مميتة بأنيابه الحادة لينهي حياته وينتصر عليه. تهور قطيع من الكلاب البرية المفترسة بمهاجمة الأسد، ولسوء حظ أحدهم وقع ضحية له ولم يتمكن القطيع من إنقاذه. أخطأ هذا النسر الجارح بمحاولته لاصطياد القط البري، لكن القط كان أقوى منه وتمكن من الإمساك به ليصبح النسر المفترس فريسة للقط البري.